هذا واستخدمت كوريا الشمالية لسنوات الوقود المستهلك من مفاعل نووي بقدرة 5 ميجاوات لإنتاج البلوتونيوم لترسانتها النووية، لكن التفريغ الواضح للمياه الدافئة من مفاعل أكبر يعمل بالماء الخفيف حسب ما ذكرت الوكالة. وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في بيان أن تصريف الماء الدافئ يدل على أن المفاعل وصل إلى مرحلة حرجة.